انا حبيتها 6 متاع العشية ولا 9 متاع الليل، 9 تاع الليل تقريبا. 9 متاع الليل تقريبا. قلت خلاص خلاص الطرح انتهى. الطرح انتهى صحيح، وحسم الامر. صحيح، قرارات قوية في كل الاحوال. غدا سيقلب الطرح، بشي تقلب الطرح والوضع لن يبقى على ما هو عليه. كأنك كنت متأكدة، كأنك عندك علم باللي بشي يصير نهار 25 جويلية، ولا مثالش تنجم تراوغني وتقول لي هي مجرد قراءة كي يبدأ العبد ملم بالشأن السياسي؟ هي من حيث انك تكون ملم بالشأن السياسي ربما تكون لكني مش باش نقول لك نراوغك بالطبيعة، خاطر ما نجمش نراوغك انت. شكرا. فهمت؟ هو اني كنت متأكدة، فعلا كنت متأكدة. عندك المعلومة؟ كنت متأكدة، وحتى منه غدوة 6 متاع العشية قلت انتهى الموضوع والقرارات ستنزل 6 متاع العشية. كنت متأكدة. اما في بالك حاجة، واش نقولك حاجة نقولها للناس كل، كنت متأكدة 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 ونستنى في الرئيس باش يتكلم باش يعلن باش يعلن. ما بين اني وقتها، الوقت هذاك وقت اللي السيد الرئيس باش يعلن وفي الاجتماع مع مجلس الامن القومي، انا ما نعرف مش شك، لكن اضطربت وقتها، كان عندي اضطراب يعني في شويه خوف، شويه خوف في المنزل متاعي. يا ربي يا ربي يعملها، يا ربي يا ربي. تعرف ايش معناها واحد يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يعملها، يا ربي يتكلم قبل ما يتكلم. قبل ما يتكلم تفعيل الفصل 80 مازال مش متروح، تسريبات خرجت قبل اشهر في ماي. انا قلت لك كنت متاكده يعني وقتها قبل ما الرئيس يتكلم، وانا نستنى اي نقول يا ربي يا ربي يا ربي يعملها، يا ربي نعرف انها صعيبه، يا ربي نعرف انها رزينه، يا ربي نعرف، يا ربي. لكن معانا مع تونس لحظه الاعلان كيفاش؟ نكلم في بابا ونبكي، يقول لي شبيك تبكي؟ نقول له فرحانة. أقسم بالله العظيم كانت أكبر فرحة بالنسبة لي نهار اللي خديت الدكتوراه متاعي. لكن الفرحة اللي حسيتها وقت اللي الرئيس أعلن ما لا أقوى أقوى أقوى، لأنها كانت وقتها خديت كرهبتي وخرجت ودرت، زمرت مع التوانسه فرحت مع التوانسه، زغرتت مدام ما نعرفش نزغرت مالوريزمون مالوريزمون هذه ما نعرف الحاجه الوحيده ما نعرفهاش دايوغ، فهمت؟ دي تيل سورت اني انا مانيش عارفه روحي كيفاش نجم نعبر، ندور بالكرهبه وندور بارتو راهو، حتى وصلت لشارع الحبيب بورقيبه ما عرفتش فين نحط كرهبتي، رجعت فهمت. وكلمتني تلفزه اجنبيه قالوا لي التحليل، قلت لهم انا مواطنه تونسيه اليوم، مانيش لا استراتيج ولا دكتوره ولا اي شيء، انا اليوم انا الليله مواطنه تونسيه، انا الليله نقول هذه حجر الاساس توضعت لتصحيح المسار. وقتها انا معناها انكونسيامون بتاتخ ما فكرتش فيها. الليله تصحيح المسار والحمد لله.